السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، ورمضان مبارك سعيد بالصحه والسلامه ومغفره الذنوب. لنشوات رمضان اليوم غنشارك معكم تحليه للسحور ولا اروع سهله وسريعه في التحضير، مكونات جد بسيطه والاهم انها كتشبعكم. ليا ديالنا عباره عن باناكوتا بالتوابل، بالنسبه هنايا قدمتها بدون اضافات، ممكن تقدموها غير هكا. وهنايا زدت ليها عصير ديال الفراوله، نتمنى ان شاء الله تجربوها، كتجي جد رائعه وبنينه، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. ودابا غادي ندوزو نحضروا الباناكوتا ديالنا، والا كنتي او كنتو اول مره كتشوفوا قناتي ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. بالنسبه للمقادير ديال تحليه الباناكوتا بالتوابل، غادي نحتاجو لا كريم فريش، عندي هنايا ديال لا مارك اولالا، 6 ديال الوراق ديال الجيلاتين حلال، كاس كبير ديال الحليب بارد، غادي نحتاجو الباديان، شويه ديال الكوزه، شويه ديال سكينجبير محكوك طري، وملعقه ديال القرفه او الكانيل. دابا ندوزو لطريقه التحضير. هاد الكاسرونه كندير لا كريم فريش ديال لا مارك اولالا، بالنسبه ليا في التحليه ديما كنخدمهم بهاد لا بهاد لا مارك. كندير لا كريم فريش، حيت كتجي بها التحليه رائعه والمذاق ديالها بنين وزوين. بالنسبه ليا فهاد التحليه ما غاديش ندير لو سكر، حيت لا كريم فريش حلوه بزاف. كنضيف كاس ديال الحليب، كاس كبير ديال الحليب بارد باش تجي لينا كريموز، باش تجي كريميه. من بعد ما درت الحليب كنضيف شويه ديال الكوزه، كتعطي لهاد التحليه واحد المذاق رائع وواحد النكهه زوينه. غير شويه اختياريه، ما تكثروش منها. نضيف شويه ديال السكينجبير محكوك طري، غير واحد نص معلقه. كنضيف شويه ديال الباديان، واحد نص معلقه صغيره. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش الباديان هو اليانسون، غادي نوري لكم الشكل ديالو حيت انا طحنته. هو البنات الباديان كيعطي واحد المذاق رائع، بالنسبه ليا طحنته وصفيته، كيعطي واحد المذاق رائع للتحليات. كنتمنى ان شاء الله تجربوا التحليه، كتجي جد رائعه. كنضيف شويه ديال الكانيل او القرفه، واحد نص معلقه. كنمزج هاد المكونات مزيان، وغادي ندير هاد التحليه على عافيه مهيله درجة الغليان. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، كتجي جد رائعة خصوصا في السحور. كنمزج مزيان، كنمزج مزيان التوابل مع لاكخيم والحليب. غادي ندوز نديرها على عافية مهيلة حتى درجة الغليان، وابخي غادي نكملو الوصفة. كندير التحليه على عافيه مهيله وكنستمر بالمزج جيدا دون توقف حتى تغلى لينا. ها هي الباناكوتا ديالنا واجده، دابا غادي نطفي عليها العافيه ونضيف ليها الجيلاتين. بالنسبه للجيلاتين فواحد الصلاديه درت الماء بارد بزاف، غادي ندير 6 ديال الاوراق ديال الجيلاتين باش يذوبوا لينا. كندير اوراق ديال الجيلاتين يذوبوا باش نضيفهم للتحليه. بالنسبه للجيلاتين هو اللي غادي يخلي لينا التحليه ديالنا غادي تعقد. ها هي لا جيلاتين ديالنا ذابت كما كتشوفوا البنات، استعملت جيلاتين نباتي، تباع حتى بودره البنات، ممكن تستعملوا حتى هو الجيلاتين. من بعد ما صفيته مزيان من الماء كنضيفوا للباناكوتا وكنمزج مزيان باش تعقد لينا الباناكوتا. كنمزج مزيان حتى يذوب الجيلاتين، كتجي هاد
تحلية رائعة وبنينة ولذيذة في المذاق، جربوها البنات ان شاء الله غادي تعجبكم. تحلية الباناكوتا بالتوابل واجدة، كتجي على هاد القوام. غادي ندوز نديرها في اكواب التقديم. كندير التحلية ديالي في هاد لي فيغين وكندخلهم للثلاجة واحد المدة ديال 3 سوايع وكنقدمهم بالصحة والراحة. كيجيو رائعين وبنانين في المذاق، نتمنى تجربوهم، كيجيو جد رائعين وزوينين في المذاق. غادي نستمر على هاد الطريقة حتى نكمل الكمية اللي عندي وندخلهم للثلاجة واحد المدة ديال 3 سوايع. نتمنى تجربوا تحلية الباناكوتا بالتوابل، كتجي جد رائعة البنات، صدقوني جربوها وانا متأكدة غادي تعجبكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايكات وتعليقاتكم الزوينة، وميعادنا في الفيديو الجاي وفي تحلية جديدة ان شاء الله. في امان الله، بسلام عليكم البنات.